وبدأت أردد الكلام اللي المفروض أقوله. ومرة واحدة، يا بنتي ما تبصيش في المراية كتير كده وتفضلي متنحة فيها، يا ابني بلاش أغاني وقعد بالساعة في الحمام كده غلط. يا ترى أهلينا دايما بيقولولنا كده ليه؟ ممكن عشان يمنعوا عننا شر وأذى حاجة معينة؟ طب يا ترى كنت بتسمع كلام والدتك لما تحذرك، ولا كنت بتتجاهل الكلام؟ موضوع الطلب مني كتير من ساعة ما بدأت تقريبا، وناس كتير من المتابعين كتبولي في الكومنتات نعمل حلقة مخصوص نتكلم فيها عن الجن العاشق بالذات. فالنهاردة قررت تكون الحلقة عن الموضوع ده من الجن، لأنه فعلا من الأنواع المؤذية جدا، ولما بيتلبس البني آدم بيبقى من الصعب نبعده بسهولة كده. بس من رحمة ربنا بينا إنه زي ما خلق الجن واختصوا ببعض الصفات اللي تعتبر خارقة بالنسبة لينا، برضو ذكر لنا إزاي نبعده عنه وإزاي نحمي نفسنا منه. كمان لو أنت ما تعرفش معلومات عن النوع ده من الجن، فحب أعرفك إنه بيصاحبه علامات معروفة وواضحة، يعني علامات محسوسة وفي منها تقدر تشوفها بعينك. هعرفكوا كل العلامات والدلائل اللي تقدروا من خلالها تعرفوا إذا كان حد لابسه جن عاشق فعلا ولا لأ، وبيعمل إيه في البني آدم بالظبط، وبيحس بإيه، يا ترى بيبقى وجوده زي عدمه، ولا بيقصد يعمل شوية حاجات تبقى علامات عشان يقولك من خلالها أنا موجود أهو. طيب تفتكر بيظهر للبني آدم ولا بيكتفي بالعلامات؟ هنعرف كل ده مع بعض بالتفصيل. بس قبل ما نبدأ الحكاية، لو انت لسه مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكاياتنا أول بأول. يلا نبدأ حكايتنا. بنت بتحكي قصتها وبتقول: الموضوع بدأ معايا في سن المراهقة، كنت بنوتة كل اللي حواليا بيقولوا عني اني جميلة قوي، وجسمي سابق سني، طويلة وجسمي حلو زي ما الكتاب ما بيقول، ما فيهوش غلطة، شعري طويل وناعم وعيوني فاتحة، كان كل اللي يشوفني ينبهر بيا من شكلي. مش هكدب واقول اني ما كنتش بفرح بكلام الناس، بالعكس كنت بفرح جدا، وفي نفس الوقت بيزيد غروري واهتمامي بنفسي. كنت مجنونة شراء لبس وهدوم جديدة، ما أنا لازم أكمل الشكل كله، ما يبقاش ملامحي وجسمي ما يختلفش عليه اتنين وبقى بلبس أي كلام أو مش مهتمة بنفسي. فكنت أنزل أشتري هدوم كل شوية وأرجع البيت أقعد ألبس وأقيس زي ما أنا عايزة، وأفرد شعري وأتفرج على نفسي في المراية وأقعد أعمل نفسي أني في عرض أزياء وأتمشى كده قدام المراية، وأمي تشوفني كده تقعد تزعقلي وتقولي: يا بنتي اللي بتعمليه ده غلط، كفاية كده هتتلبسي. طبعا كنت لا بصدق ولا بسمع الكلام ولا في دماغي حاجة غير منظري حلو ازاي واللبس عامل عليا ازاي. وفضلت على الحال ده، كنت بصراحة ولا بصلي ولا بقرأ قرآن ولا بعمل أي حاجة مفيدة في حياتي، قلب نهاري ليل وليل نهار. المهم مع الوقت بقى الخطاب يخبطوا على الباب وانا اقعد اتشرط ونقي، وطبعا عيب فيهم. أمي قالت لي: احنا المفروض نبدأ نشتري فيشوارك وجهازك واحدة واحدة وتشيليهم. طبعا بقيت أزن إن أول حاجة نشتريها هي اللبس، وبعد زن كتير أمي مرضتش تزعني وقالت لي: ماشي بس اللبس ده هيتشال فيشوارك والحاجات اللي هتتجوزي بيها، عشان أنا عارفاكي ملاقيكيش لبس حاجة منهم. المهم قلت لها: ماشي. نزلنا اشترينا هدوم بيت وقمصان نوم كتير قوي، وروحنا وكنت هموت وأجربهم عليا، بس طبعا أمي كانت هتزعقني. فاستنيت لما الكل نام وطلعت أكتر قميص نوم كان عاجبني ولبست، وقعدت حطيت مكياجي وسرحت شعري وبقيت واقفة قدام المراية قدها بجمالي. المهم قعدت ألعب في موبايلي شوية وراحت عليا نومة زي ما أنا كده. وأنا نايمة بدأت أحس إن في إيد بتلمسني، قمت مخضوضة فتحت النور بس ما لقيتش حد. بس كان الغريب إن الأوضة ريحتها وحشة جدا، ريحة غريبة مش عارفة حتى حدد إيه الريحة دي. المهم غيرت هدومي قبل ما أمي تشوفني ونمت. وما نمت حلمت إن في راجل شكله غريب ويخوف بيقرب مني وبيعمل علاقة زنا كاملة معايا، وأنا مش قادرة أتحرك، كأني مشلولة جثة فتحة عينيها بس، لا عارفة أتحرك ولا عارفة أصرخ، مش عارفة أعمل أي حاجة، وحاسة أني بتخنق. وشم نفس الريحة الوحشة اللي كنت شمها في الأوضة
قبل ما نام. الحلم كان كأنه حقيقي بطريقة مش طبيعية. كنت حاسة بنفسي أني عاملة زي اللي ما بين الحقيقة والخيال. مخي صاحي بس جسمي نايم. مش عارفة أوصف لكم الحالة اللي كنت فيها بالظبط. المهم أن في ثانية رجعت لي قوتي وقدرت أقوم، وقمت مفزوعة ومرعوبة. بس الغريب أني لما قمت كنت حاسة أن جسمي وجعني جدا، كأن اللي حلمت بيه ده كان كله حقيقي. اعتبرته كابوس ونسيت الموضوع. وعدى بعدها بكام يوم والموضوع اتكرر تاني بنفس كل حاجة، الريحة الوحشة والإحساس الغريب كأن الموضوع حقيقي مش مجرد حلم. وبدأت أحس بألم غريب في جسمي كله، ودايما بقيت كسولة وبحب أقعد لوحدي في الأوضة وخايف أحكي لأمي. بس بدأت أشك وأقول هو ممكن يكون في حد فعلا بيكون موجود معايا بجد في الأوضة وأنا مش شايفاه. بس الموضوع اتطور أسرع مما كنت أتخيل، وبقيت بحس بنفسه جنب ودني كأنه عايز يعرفني أنه حقيقي وأني مش مجنونة ولا هي مجرد أحلام. وبدأت أما نام على السرير أحس بحد نايم جنبي، حس بنفسه جنبي طول الوقت، حد بيبقى موجود أول ما بقى الوحد. ومصحى الصبح ألاقي جسمي مليان خرابيش وكدمات في ظهري وفي جسمي كله. بدأت فعلا أصدق أن أنا مش لوحدي وقررت أحكي لأمي. وبالفعل رحت حكيت لها، وأول ما خلصت كلامي وحكيت لها كل اللي بيحصل بالتفصيل لقيت ملامحها اتغيرت وبدأت تقولي منك لله، أنا قلتلك وياما نصحتك. وبقيت هين عليها تصوت أو تقوم تكوني علقة. وتاني يوم على طول أمي خدتني وودتني الراجل، بيقولوا عنده كرامات وراجل صالح وبتاع ربنا. أول ما شافني قال لأمي بنتك لابسها جن عيشة ومن قبيلة قوية ومش هيسيبها بسهولة، وبدأ يطلب مننا طلبات معينة وفلوس. أمي من غير ما تفكر أعطيته كل اللي معاها، وبدأ يقول حاجات غريبة عاملة شبه التلاصي. بصيت لأمي وعايزة أقول لها يا ماما ده مش شيخ، ده راجل دجال، يلا نمشي. بس كنت خايف فسكت. والراجل حط ايده على راسي ووطى صوته وقعد يقول حاجات غريبة. ما حسيتش بنفسي ووقعت اغمى علي. فقت وفتحت عيني لقيتني نايمة في اوضتي على سريري. ووقف عند اول السرير الراجل اللي كنت بحلم بيه دايما، بصص لي كأنه كان مستنيني اصحى. حاولت اقوم لقيتني عاملة زي المشلولة. كنت عايزة أصرخ برضو بس صوتي مش طالع. كل اللي بيعمله إنه بيبص لي وقال لي جملة واحدة بس، أنا مش هسيبك وإنتي ملكي. وبعدها اختفى. من يومها وأنا بقيت من سيء لأسوأ، بقيت كأني عندي 70 ولا 80 سنة، شكلي دبل وبقيت طول الوقت تعبانة ونفسيتي بقت زي الزفت. حاولت أصلي بس مش قادرة مش عارفة. واللي زاد وغطى إني بقى بيجيلي حالات إغماء بصفة مستمرة، ولفيت على دكاترة كتير جدا بدون أي جدوى. والراجل اللي بشوفه ده محدش بيشوفه غيري. حاولت أتعايش مع الموضوع بس برضو ما قدرتش، لحد ما جي بلدنا راجل كله بيقول عليه راجل طقي وبتاع ربنا. أمي خدتني وجرينا عليه. الراجل بدأ يقرأ عليا بعض الآيات القرآنية، ومن بعدها ما حسيتش بحاجة. أمي بتحكي لي بتقول إن أنا بقيت بتكلم بصوت راجل وكل اللي بقوله مش هسيبها مش هسيبها، ومش قادرة أسمع القرآن. وبعدها فوق كان كل حاجة خلصت، الوجع والتقل اللي كان على قلبي وصدري. الشيخ قال لي هقولك حاجة واحدة، ما تبعديش تاني عن ربنا. ومشيت أنا وأمي، ومن ساعتها قررت إني عمري ما هرجع لعمايلي الأولانية دي تاني. دي كانت حكايتها، والله أعلم بمدى صحتها. أنا حكيتها لكم زي ما البنت حكيتها. أما الشاب اللي هحكي قصته هو بقى اللي جاب الأذى نفسه بإيده. تعالوا نعرف قصته. بيقول أنا عمري وقت ما عملت المصيبة اللي هحكيها دي كان في العشرينات، كنت لسه صغير ومتهور حبتين. كنت بحب قصص الرعب وأقعد أقرأ بالساعات، بس أكتر نوع كان بيستهواني حكايات الجن. انجذبت للموضوع بشكل غريب وتصرفاتي وجرأتي كانت أغرب. كنت ساعات أمشي في طرق مقطوعة محدش يجرؤ يمشي فيها وأقعد أكلمهم، يمكن حد يظهر لي، أو أدلق مية سخنة في الحمام وأقعد أكلمهم. وكنت بستنى أي علامة أو أي حركة تحصل بس ما كانش فيه. ومرة كنت بقرأ كتاب عن الجن العاشق، ولقيت معلومة في الكتاب بتقول إن أنا ينفع أنا اللي أعرض نفسي على سيدات الجن. بيني وبينكم من غير ما أفكر عجبني طبعا الموضوع، وقلت هيجرى إيه يعني، ما أجرب. وقعدت أفكر أعمل إيه وأعرف الخطوات منين. جه في بالي أول حاجة أقعد أدور على النت. قعدت أيام مكرس يومي، أرجع من الشغل أفضل سهران على النت أقرأ عن الموضوع وأحاول أعرف أكتر. المهم بعد أيام على النت ما وصلتش لحاجة، وقلت مش هلاقي أكيد هنا. قلت وأنا مروح من الشغل هعدي على كام حد أعرفه من اللي بيبيعوا كتب قديمة وهسألهم يمكن يكون عندهم حاجة مفيدة. بالفعل تاني يوم عديت عليهم ولقيت بياع معين
معروف إنه بيبيع الكتب القديمة جدا. سألته وقلبي بقى بينط من الفرحة وهو بيقول لي عندي طلبة بس غالي حبتين. قلت له مش مهم، هاته واللي انت عايزه. المهم فعلا اشتريت الكتاب. الكتاب من كتر ما هو كان قديم ومعتق ريحته كانت صعبة جدا وورقه متهالك، لازم تمسكه بالراحة كده عشان يدوبك تقدر تشوف الكلام اللي مكتوب من غير ما يتقطع. روحت زي المجنون وقعدت أقرأ، لقيت مجموعة طلبات لازم أشتريها زي لبان الذكر وأنواع بخور معينة وشمع، والمفروض أني أحضر الحاجة وأبدأ أرسم رسمة معينة كده وأكتب فيها شوية حروف وأرقام بطريقة ما يعني، وأقول بعض الجمل اللي مكتوبة في الكتاب، وبكده هبقى كأني بعرض نفسي على الجنية. طبعا تاني يوم نزلت جاري أجيب كل الطلبات، واستنيت لما البيت كله نام وبدأت أعمل الطقوس ورسمت الرسم وبدأت أردد الكلام اللي المفروض أقول. ومرة واحدة حسيت كأن الأوضة سقعت هوا بارد جاي من كل حتة في الأوضة، وأصوات متداخلة، أصوات صراخ على أصوات كلاب بتاعوي، أصوات عالية قوي لدرجة أني بقيت حاطت إيدي على ودني. ومرة واحدة وسط كل ده سمعت صوت واحدة بتضحك. ساعتها حسيت برعب اللي أنا عملته ده، وبدأت أحس بخوف وإني عايزة أتراجع بس ما عرفش إزاي. قمت أشيل كل اللي أنا عامله ده وأقطع الرسم وأقفل في الشمع، ويدوبك قفلت الشمع ولسه هفتح نور الأوضة حسيت بإيد مسكت، وبعدها ما حسيتش بحاجة، وقعت أغمى عليا. صحيت الصبح قلت أكيد كنت بحلم، مش معقول يعني يكون اللي حصل ده حقيقي. تجاهلت الموضوع وخلصت شغلي وخرجت مع أصحابي، وروحت البيت متأخر جدا ودخلت السرير عشان أنام، ويدوبك فردت جسمي وحسيت كأني مشلول مش عارف أتحرك. وشفتها لأول مرة، بنت في غاية الجمال، جمال ما يتوصفش، كأنها بتنور من شدة جمالها، ولقيتها حطت إيديها عليا وبتضحك وبتقرب مني. ساعتها حسيت كأني مسحور ومسلوب الإرادة تماما، وطبعا مش محتاجة أقول إن حصل اللي حصل. الموضوع بيبقى بين الخيال والحقيقة، بتبقى مش عارف أنت صاحي ولا نايم. قمت من النوم تطهرت وحاولت استغفر ربنا، بس ذكر اسم الله كان تقيل قوي على لساني بصورة غريبة، عايز بس مش عارف. قلت ما بديهاش، أنا هروح لشيخ معرفة ساكن قريب مني. وبالفعل رحت وحكيت له اللي حصل وقلت له أنا عملت إيه بالظبط. طبعا الراجل بقى باصص لي ومصدوم، وبقى يقول لي إزاي تعمل كده، في حد عاقل يعمل كده؟ وطلب مني إني أستنى لبكرة عشان هيطلب مساعدة من شيخ تاني هو يعرفه كويس وتعامل في موضوع مشابه قبل كده. المهم قمت أروح وقلت بيني وبين نفسي ما جاتش على يوم، أكيد مش هيجرح حاجة. ما كنتش أعرف اللي مستخبيلي. اليوم عدى كأنه سنة حرفيا، وأنا راجع في الطريق ما عرفش إيه اللي حصل، حسيت إن أنا بدوخ، ومرة واحدة لقيتني بقع من طولي، وفتحت عيني لقيتني جوه قبر، كل اللي حواليا ظلمة وسامع حواليا أصوات حيوانية بتعمل أصوات مرعبة، وحاسس إني مشلول مش عارف أتحرك، عيني بس اللي فتح. ومرة واحدة سمعت صوت ضحكتي وبتقولي استحمل بقى وما تلومش إلا نفسك. فضلت على الحال ده ما عرفش قد ايه، كنت خايف جدا، حسيت ان قلبي هيخرج من جسمي من كتر الرعب. حاولت اقرا اي حاجه من القران اللي حافظه بس بقرا في سري وبصعوبه جدا، لساني تقيل مش بيتحرك، وفين وفين لما قدرت اتحرك بس انا بزحف مش قادر حتى اقوم اصلب طولي، دوخه غريبه وتقل في النفس مش قادر حتى اخد نفس. وقفت بالعافيه ولسه همشي، وقعت اغمى عليا تاني، بس المره دي فقت لقيت نفسي في صحراء مش شايف اي مباني ولا شايف حاجه من اساس، هو نور القمر اللي منور حاجه بسيطه قوي، وسامع صوت صحيح تعابين حواليا في كل مكان. وما دققت النظر لقيت تعابين كبيره قوي حواليا وانا مرمي في وسطهم عايز اصرخ بس برضو مشلول مش عارف اتحرك. قرات من القران اللي قدرت عليه في سري، ما حسيتش بنفسي غير والفجر بيأذن وناس بيشيلوني وبيدخلوني الجامع اللي جنب بيت الشيخ اللي كنت عنده وبيفوقوني. الشيخ كان نازل يصلي الفجر وشافني في الحاله دي، حكيت اللي حصل فيا طول الليل. الراجل بقى كل اللي على وشه علامات تعجب، كلم الشيخ صح اللي كان بيقول عليه وطلب منه يجي لنا فورا، والراجل جه مشكورا وحكيت له كل اللي حصل، وقعد حط ايده على راسي وقرأ ما قرأ من القرآن الكريم وطلب مني ان ارجع بيت واقرأ سورة البقرة واداوم على الصلاة والحمد لله الذي عافاني. والموضوع خلص ورجعت حياتي لطبيعتها. اتمنى محدش منكم يفكر يعمل زيي، ربنا ما نهناش عن حاجة الا عشان فيها ضرر لينا. دول كانوا حكايتين
مقربين لناس عانت من مس الجن العاشق. فلو انت او انتي مفكرين ان الموضوع لعب او في اي نوع من انواع المتعة، محتاجين تراجعوا حساباتكم. تعالوا بقى نعرف شوية معلومات عن الجن العاشق. الجن العاشق هو نوع من انواع الجن، كائن مخلوق من النار غير مرئي، ما بنشوفهوش لكن هو شايفنا كويس. طب طبقا لقوله سبحانه وتعالى: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وتسمى بالعاشق لأنه دايما بيميل للفواحش والمحرمات والزنا. وزي ما بيجي جن ذكر لسيدة من الإنس، برضو بيجي جنية سيدة للرجل الإنس، بيستغل ضعف إيمانك وبعض الأخطاء اللي بنقع فيها واللي أهالينا زمان كانوا بيقولون عليها اوعوا تعملوها، وأغلبنا كان بيتجهل الكلام. ما سمعتيش مرة والدتك بتقولك ما تعيطيش في الضلمة لوحدك، أو ما تلبسيش قميص نوم وتقعدي بصة في المراية تستعرضي جمالك؟ ده في بعض المعالجين بالقرآن بيقولوا إننا لما كنا بنطلع الجن العاشق المتلبس بالسيدة كان بيقول لهم: هي اللي عرضت عليا جسمها، هي اللي عرضت عليا نفسها. يعني إحنا عن جهل وبدون قصد ممكن نجيب لنفسنا مصيبة إحنا في غنى عنها. وذكروا أيضا إن أكتر الأماكن اللي بيصطاد فيها الجن العاشق ضحايا هي الحمامات وصالات الأفراح وغرف النوم. كلنا عارفين إن الجن عامة موجود حوالينا في كل مكان، بس النوع ده موجود بكثرة في أي مكان بتقلع فيه هدوم وبتك يكشف في عورتك عشان يقعد يتلصص ويبص ويتفرج عليك ويتلذذ. وإن عجبه حد بيفضل ملازمه لحد ما يشوف أي لحظة ضعف حتى لو عابرة، وساعتها يقدر يدخلك منها بكل سهولة. زي مثلا لو شاب أو فتاة بيعيطوا في الحمام أو لحظات انكسار بتمر بيها، ده حتى لو شاب أو فتاة بيعملوا العادة السرية في الوقت ده برضو بيقدر يدخل لجسمك بكل سهولة. وبديهي ومش محتاجة أقول طبعا إن ضعف الإيمان وعدم الصلاة وترك الأذكار بتسهل لهم الوصول ليه. كده عرفنا بيجي ازاي وليه ناقص العلامات. احب اقول لكم اني قعدت قريت كتير جدا وسمعت قراء قران كبار بيتكلموا عن الجن العاشق، وقدرت اجمع لكم شويه علامات اغلبهم اجتمعوا على وجودها في الاشخاص المصابه اللي كانوا بيمروا عليهم وبيعالجوه. تعالوا بقى نعرف العلامات دي واللي نقدر من خلالها نتاكد ان البني ادم ده معاه جن عاشق أو لا. من أبرز العلامات وأشهرها: السيدة أو الرجل يقوموا من النوم يلاقوا جسمهم عليه بعض الخرابيش أو الكدمات وبيبقوا مش عارفين إيه سببها ولا جت منين، أو ممكن يلاقوا شعر بس مش شعر حد من الموجودين بالبيت. يعني مثلا رجل زوجته شعرها أسود هو يلاقي على جسمه شعر أشقر، والسيدة كذلك، أو على عضو من أعضائها شعراية مش بتاعتها. طب جت منين أو تخص مين؟ ما تعرفش. من العلامات ايضا بتاعت الشخص المصاب انه دائما ما يشم ريحه كريهه، ريحه وحشه جدا، والناس اللي قاعده معاه ما بيشموهاش خالص، هو بس اللي بيكون شاممها، بتكون غالبا ريحه دم او ريحه قبور. رابع علامه ان الرجل بصفه غالبه بيشعر بألم في العضو التناسلي، والسيدة بتشعر بألم في الرحم. العلامة الخامسة: الشعور القوي بالرغبة الجنسية لكن مع غير الزوج أو الزوجة، يعني من الآخر كده ممارسة الزنا والفواحش. وكمان بيقعد يوسوس للبني آدم بكثرة بزنا المحارم. متخيلين حجم الكارثة والمصيبة؟ متخيلين كمية الشر؟ من أحد العلامات أيضا إن البني آدم بيبقى مريض ويفضل رايح جاي على الدكاترة لكن مفيش تحسن، وياخد مهما ياخد من العلاج ما فيش بر. الشخص المصاب دايما بيحب يفضل غير طاهر، يعني مثلا لو مارس العلاقة الزوجية بيفضل يبقى على جنابه ولا انه يغتسل، حتى لو الشخص ده في العادي معروف عنه انه نظيف جدا. الجن العاشق دائما بيوقف الجوازات، لازم الجوازة تقف على اي حاجة، وان حصل جواز يحصل طلاق، ودايما الزوج او الزوجة المصابة بيكونوا في حالة نفور من الطرف التاني. الجن العاشق لو موجود هتحلم احلام جنسية كتيرة جدا، واغلبها هتكون مع محارم او مع اشخاص ما ينفعش في الحقيقة الزواج منه، وهتحس الحلم كأنه حقيقة. يعني المصاب بيصحى من النوم بيحس انه مارس بالفعل الحاجه دي. الصلاه والتقرب من ربنا بتبقى صعبه وتقيله قوي، بيبقى مش قادر ومش عايز. دي كل العلامات تقريبا اللي كانت مشتركه بين علماء الدين. طيب المفروض نعمل ايه عشان نقي نفسنا واولادنا من الشر ده؟ اولا واهم شيء المحافظه على الصلاه وقراءه القران الكريم والاذكار. هو اصلا بيحب يجي البني ادم ضعيف الايمان، وترك العبادات ده بيضعف البني ادم بدون ادنى شك. ثانيا الحفاظ على الطهارة. ثالثا قراءة سورة البقرة بصفة دورية ومستمرة، ما تقطعهاش من بيتك. رابع حاجة ابعد عن قعدات السوق، بيبقى ما فيهاش غير شياطين الإنس والجن. دي الحلول اللي نصحوا بيها علماء الدين، فواظبوا عليها وحافظوا على نفسكم وعلى أولادكم. الموضوع نفسه تجربة صعبة ومش سهلة أبدا. دي كانت حكايتنا النهاردة، وأتمنى أكون لبيت طلبكم على قد ما قدرت. ولو الحلقة عجبتكم اعمل لايك وشير الفيديو لأصحابك،
وعرفوني رأيكم في الكومنتات، واكتبولي عايزين الحلقة الجديدة تكون عن ايه. استنونا في حلقة جديدة من حكاية نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.